كان سنة يعني من خلنا نقول من أسوأ السنين اللي مرقت علينا، حتى إذا بقيسها يعني تجاريا بسنة الكورونا، لا سنة الكورونا كانت أحسن من هاي السنة. أما بالنسبة لل 2023 ما بعتقد إنه راح تكون إنه أحسن من السنة المرأت. والله ال 22 كانت سنة سيئة جدا بكل المقاييس والمواصفات، يعني فيها ركود اقتصادي كثير عالي. ال 23 مش متأملين أبدا إنها تكون أحسن من 22، والواقع راح تكون أسوأ. لسنة 2022 كانت وظيفيا عموما على الشعب الأردني كان صعب. هلا بنتأمل إحنا من سنة 2023 إنها تكون أحسن، يكون الاقتصاد أفضل.